رئيس الوزراء يلتقي مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ويشكره على دوره البارز في دعم جهود التنمية بمصر. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيه. وزارة الصحة تعلن حقن 26 طفلاً بالعلاج الجيني بعد تشخيص إصابتهم بالدمور العضلي الشوكي. وزارة التموين تعلن توافر كل السلع على بطاقة الدعم وتواجه شركتي الجملة العامة والمصرية بالاهتمام بجودة السلع وإتاحتها. وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظي أسيوط والإسكندرية والإسماعيلية جهود الإسراع في إجراءات طلبات تقنين أراضي الدولة. وزارة التعليم العالي تعلن 186 ألف طالب سجلوا في المرحلة الثالثة للتنسيق حتى الآن. وزارة التنمية المحلية تعلن تسليم 35 ألف عقد تقنين أراضي بالمحافظات حتى الآن. وزارة القوى العاملة تعلن صرف 2,800,000 جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1090 شاباً بجنوب سيناء. وزارة الداخلية تعلن تحرير محاضر ل 9,401 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال 24 ساعة. سحب 3,721 رخصة مركبة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة. هيئة الأرصاد الجوية تعلن غدا انخفاض الحرارة وفرص أمطار بالسواحل الشرقية والعظمى بالقاهرة 31 درجة.